مساء الخير فضيلة الشيخ مساء شمس الخير، الدين، أهلا بك. أهلا سيدتي، مرحبا بكم. مرحبا بك. طيب فضيلة الشيخ، أكيد استمعت لتصريح سيدة عقيلة قروج اللي قامت بالمقترح تقدمت فيه فيما يتعلق بتكوين رجال في مهنة تكوين قابلات، ما ردكم على ذلك؟ والله أنا جوابي على هذا، يعني أنا اللي حاب نسألها، هل خلصوا النساء في الجزائر؟ يعني خلصوا كاع البنات المتخرجات من الجامعات، خلصوا الطبيبات الممرضات، إذا كاين مناصب صاغرة في موضوع القبالة، أو كاين مئات البنات اللي حابين يلتحقوا بالمهنة، وعلاه نروح نجيبوهم رجال؟ يعني على أي أساس؟ خلصوا البنات في الجزائر؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. ثم الحكم الشرعي في هذا، احنا ما ناس مخيرين نديروا واش حبينا. الشريعة تقول الضرورات تبيح المحظورات. إذا كانت حالة ضرورة بحيث عجز النساء كلهم على علاج هذه المرأة، هنا شرعا يجوز لنا أن نلجأ إلى طبيب مختص عدل ولا سيما في هذا، وهذا معمول به. لكن بس تجعلوا القبالة مهنة للرجال وتولي مهنة محترمة كسائر المهن، الرجال يأخذون نسائهم إلى الرجال، ماذا وصل مليون نساء في المجتمع؟ هذه الفكرة فكرة انتقامية. أنا السامح لهذه الأخت لأن مهنة القابلة مهنة شريفة، لازم ما تخرج منها أفكار غير شريفة. هذه فكرة انتقامية. لما وقعت بعض المشاكل للقابلات وزج بهن في السجون وحكمت العدالة بذلك، أما لا ينتقموا، لأغوينكم أجمعين، عوض ما ندخلوا واحد لا ينجبوا رجال. هذه فكرة خاطئة. أنا أقول لهذه القابلة المحترمة لرب اجعل على يدها ولادة آلاف مؤلفة من الرجال ومن النساء، خلي هذه المهنة خاصة بالنساء، ما تجيبوا لهاش رجال، علاش جايبت لها رجال؟ لا يجوز شرعا. ثم المرأة لا يجوز أن تكشف عوراتها لرجل، خاصة العورة المغلظة، هذه من البديهيات وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. جابت لنا هذا الفكرة أين صنديو صاج فام أم، يعني كاين صاج فام أم، إما يكون فام ولا يكون أم. هذه غير في الدائرة اخترعت لنا هذا الجنس الثالث اللي هو اسمه صاج فام وهو أم. من أين لكم هذا؟ شرعا لا يجوز. يا اخي طفله راهي مرضت ومرضت بالاربعه وضربوا هذوك الناس، يا زي ما سلكوهاش ولا واش؟ ايه لازمكم تسلكوها، ولا راني ندير لكم ان شاء الله ندير لكم عترو سكحل قصع انت عايش حاره بالفرماس، نجيبها لكم ما فيها شك. سمعت نجيبها لكم. دق مدق الروس البق الخامسين بوسكسيك، هد الذيب على الرعيان، جاب الكرشة والمصران، الحينجي والبينجي طيبة العسلية في الزيت والقروي، حب القراع ويتفرقع وذا يحبو ذا يرفع، حيلين بيلين حمامة صفرون غارفرون كرامة، واحد حيد وثلث بيد ودارة ودرة، إنما قرقش عشرة. إذا كان ضاق الأمر وصبع عدد القابلات قليل جداً على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة أنهم يجيبوا قابلات من بعض الدول الأخرين باش يعاونوهم في هذه المهمة، وما نعطيوهاش للرجالة، الرجالة نعطيهم إذا كانوا مختصين أو في حالات ضرورة. ولكن هي تقول لك ولكن حالة ضرورة، كاين حالة ضرورة الآن، كاين نقص في العدد. هذا اقتراح الشيخ وإحنا نحترمه رأيه. أنت قلتي لي كاين نقص في العدد. كاين نقص في العدد، نقص الذي لا يغطي. إذا نقص العدد، إحنا عندنا بنات راهم يقراوا في الجامعات في ياخذوهم، وإذا كان عندنا عدد قليل يا سيدي سنة سنتين نضعف هذا ونكون بناتنا تكوين براتيك، ثم نقوي عدد النساء اللي يقوموا بولادة المرأة. أما عيب باش يجيبوا راجل يولد امرأة؟ ولكن عيب أي ناحية الشيخ؟ ناحية شرعية؟ لا 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 لا، من ناحية شرعية. طيب كيف، لماذا لا من يقبل؟ ناحية شرعية لماذا في حالة الضرورة؟ طيب يجوز. لماذا ضرورة يجوز؟ طيب الآن كاين أخصائي في أمراض الضرورة، نتكلم على أخصائي أمراض نساء والتوليد لجينيكولوج في حالة الضرورة. كيف تشوف فيهم أنت؟ في حالة الاستتباء في حالة الضرورة في